بعد بداية الثورة في سوريا، المنطقة اللي نحن عايشين فيها تعددت فيها الفصائل المسلحة. أنا كوني أخصائي نفسي كان هذا الشيء يعتبر شرك بالنسبة لداعش ولأفكارها، كان في تهديد على حياتي، فاضطريت أنا بظروف سريعة جداً أنه غادر باتجاه تركيا. بدأت بالمطلع العام 2016 عملي بسايكولوجيست في المنظمات اللي تشتغل بالعمل الإنساني اللي بتكون ممولة من الاتحاد الأوروبي. كوني سوري وكمان أخصائي نفسي، فأنا ممكن أكون أعرف من غيري أو أدرى من غيري باحتياجات الأشخاص اللي هم تعرضوا لنفس الظروف اللي أنا مريت فيها، يعني أثناء النزوح وغيره وغيره. عم حاول أيضاً ساعد هذول الأشخاص إنهم يتعايشوا أيضاً بنفس التأقلم والتعايش اللي أنا تعايشت فيه. أزمة كاملة بحلب، فقدت أمي وأخي. دخلت مركز أطباء العالم بحالة مرض وسألت عن طبيب نفسي. بطريقة محادثته لألي كتير ارتحت وقدم لي حلول أنا ما كنت بعرفها. بسوريا كتير أشخاص هن بحاجة لعملنا، العمل الإنساني والدعم النفسي. حلمي أنه أنا أرجع على بلدي وقدم مساعدتي والخبرات اللي اكتسبتها أنا هون قدمها ببلدي بسوريا.